نبدأ من مقررات اجتماع وزراء الخارجية العرب والعاصفة التي أثارتها مواقف وزير الخارجية اللبناني في تقرير من القاهرة للزميل هشام مهران. دعم سياسي قوي تلقته الثورة السورية عبر قرار وزراء الخارجية العرب السماح للمعارضة بشغل مقعد سوريا في الجامعة العربية باعتبار الائتلاف الوطني المعارض لقوى الثورة الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري. الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة هو في حد ذاته ائتلاف فصيل، فإحنا طالبنا هذا الائتلاف في القرار اللي صدر هنا أنه يشكل هيئة تنفيذية. هيئة تنفيذية معناها أن يكون ممثلا فعليا للشعب السوري بقدر الإمكان بكل طوائفه وبكل فئاته، لكي يشغل هذا المقعد مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سوريا. كان وزير خارجية لبنان عدنان منصور قد فاجأ الوزاري العربي في الجلسة الافتتاحية بطلب إعادة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية. فلنعد سوريا إلى حضن جامعتها العربية، ولنرفع تعليق مشاركتها في اجتماعاتنا، فالتواصل مع سوريا لإنقاذها واحتضانها من جديد ضرورة من أجل الحل السياسي. الطلب اللبناني أثار حفيظة العديد من الدول العربية خاصة قطر التي رد وزير خارجيتها بأن الأسد هو من أغرق بلاده في بحور الدم، فيما حذر وزير الخارجية المصري من أن إطالة أمد الصراع يهدد وحدة أراضي سوريا ويمتد إلى دول الجوار. بعد إطلاق صواريخ سكاد على المدنيين وقصف المدنيين بالطيران، الكلام عن حل سلمي هو من باب الخيالات، فنحن نتكلم عن حل سياسي. حل سياسي معناها ان احنا ما نمكنش النظام من انه يقدر بالقوة العسكرية يفرض حلا، لانه لن يكون حل. وفي تصريحات خاصة لام تي في اعتبر منصور ان منح الائتلاف السوري المعارض مقعد سوريا بالجامعة العربية يعد سابقة دولية خطيرة. سوريا دولة ولديها حكومة ومعترف فيها من دول العالم كله، وهذه سابقة خطيرة إذا حاولنا أن نلجأ ونستبدل دولة بفريق سياسي أو بحزب سياسي، أننا بذلك نضع حدا وننهي من عندنا مهمة الأقدر الإبراهيمي التي هي مهمة أممية مكلف بها. مهمة الأقدر الإبراهيمي هي المعاونة والتسهيل تشكيل حكومة، ده هذا المهمة التي عليه أن يقوم بها طبقا للبيان الختامي لجنيف. في ظل اكتفاء المجتمع العربي والدولي بالدعم السياسي فقط للمعارضة السورية وفي ظل افتقار هذه المعارضة للدعم العسكري المطلوب، يطول أمد الصراع السوري عاما بعد آخر في انتظار تغير حقيقي في موازين القوى على الأرض. هشام مهران، MTV، القاهرة.